السلام عليكم. هذا أيام تحطر الرئيس ترمها المشاكل. أي إنسان يتعلم عن ارتفاع النفس، وارتفاع النفس مطلوبة. لو قدر الله مشكلة أي مكان تعرف تدافع عن نفسك. أنا بعطيكم بعض الحركات دفاع النفس، هي الكاراتيه. مثلا كذا، هذا العصا، حد بيضربك بالعصا كذا، مثلا كذا 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 كذا، هذه الضربة على اللي يريد يهاجمك كذا. شوف هذه كذا، ها الرد مع الضربة كذا.